السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال. والدرس ديال اليوم يقدر يكون مختلف واحد شويه، حنا ديما في الفصاله وفي الخياطه غادي يكون شويه ديال الاختلاف، غادي لان شفت بزاف ديال الاسئله، يعني القياس يعني تلفات وديك 10 سنتيم اللي مره تنزيدها مره لا. وحده يعني بزاف يعني طرحوا عليا اسئله ديال عندهم مشكل، يعني اللي تجيه جلابه قصيره من القدام او لا طويله من اللور او لا قصيره من الظهر او طويله من القدام، غادي نناقشوا هاد المشاكل اللي تيكونوا. والوحده اللي عندها اي وحده عندها مشكل تكتبوا لي في نطاق هادشي فاش خدامين، ما يكونوش اسئله خارجين على هاد النطاق ديال الشغل ديالنا. يلا مرحبا، واول حاجه غنبدا بالقياس. شوفوا معايا البنات، راه ملي تنقول لكم راه كل موديل والقياس ديالو، الموديلات سامبل، جلالب سامبل، العصري سامبل، واخا تنزيدو فيه 10، ولكن إلا كان بودي أو إلا كان شوميز بغيتها لاصقة وتوبها إلاصق راه غنقول لكم لا بواتخين نيشان. يعني فاش نقول لكم توغ دو بواتخين زائد 10 مقسومة على 4 هذاك موديلها، يعني هكا داير. فاش نقول لكم توغ دو بواتخين ما تزيدوش 10 قسمو مباشرة على 4، يعني الموديل راه فيه شي حاجة مختلفة بحال كيمونو. إلا درت توغ دو بواتخين وزدت 10 والكيمونو تيزيدني لوسان، يعني غتولي لنا عريضة بزاف. يعني ديما بقاو تنتابعوا القواعد اللي تنقول لكم على حسب الموديل. موديلات عاديين البنات ما عندناش مشكل، الكتاف نيشان، لا بواتخين مزيرة زائد 10 مقسومة على 4، توغ دو تاي مزيرة زائد 10 مقسومة على 4، توغ دو باسان مزيرة زائد، هادي نكونوا فاهمينها ونكونوا عارفينها. واضح؟ فاش تيكون الموديل، فاش تتكون غوب اللي توبها إلاستيك، مازال غنديرها لكم، راه بإمكاننا نقصو ماشي نزيدو، يعني بقاو تنتبهوا لي ديما الموديل، راه تنولي نعاود، أنا تنحاول ديما القياس نعاودو لكم في نفس الدرس، باش حتى اللي دخل معنا جديد تيكون فاهم واحد شوية، واللي ما فهمش الدروس الأولى تيفهم الدروس اللي حنا فيها. نتمنى إن شاء الله هاد النقطة نكونوا يعني ضبطناها. بالنسبة للقياس ديال التركيز، ديال هذا التركيز هذا، راني شرحت لكم اشنو الطريقة اللي عطيتكم البنات، طريقة زوينة ما تخافوش منها، تعطيكم نيشان. انا غادي هي نحاول باش نوريكم، ما غاديش نتراسو، غادي هي نبين لكم بيدي. هذا هو التركيز ديالنا، هذا هو الربع. هنا البنات شوفوا معايا باش غادي نعرف، شوفوا معايا هنايا، يعني مرة نطلع من جوج حتى لستة سنتيم، من جوج سنتيم حتى لستة ديال سنتيم. نقول لكم يعني ماشي حنا اللي تنختاروها، على حسب كل كليانة. وكما سبق لي قلت لكم قد ما كانت المرأة عامرة وعندها صدر قد ما تنطلع لها حتى لستة سنتيم، ماشي العكس البنات، قد ما كانت الوحدة ضعيفة يعني راه نقدر ما نطلع لهاش حتى ديك جوج سنتيم. الطريقة اللي غادي ديرو هي هذه، ركزوا معايا. عندنا الدورة ديال اليد هي هذه ديال يدينا، ديال التركيز ديالنا، تتعبروا الدورة هكا على التركيز ديالها، وتتخليو واحد ربعة ديال الصبع ديالكم من الكتف للسنتيم، من الكتف للسنتيم، وقسموا هاد المسافة على جوج، قسموها على جوج، داكشي اللي لقيتو زيدوا عليه جوج سنتيم، علاش تصلح جوج سنتيم؟ سنتيم تيمشي للكتف وسنتيم مع الربع. داكشي اللي لقيتي تتحسبيه هكا داير، هادشي راه كلو عطيتو لكم ما فيها باس نعاودو، تطلعي هكا، كانت 30 كانت 26 كانت 28، انت تلقاي نقطة تديري نقطة، انت تتعرفي واش غتطلعي بجوج أولا بستة أولا بربعة على حسب. ولكن القاعدة العادية والعامية اللي تنقول لكم واللي ديما تنقولها لكم، الربع ديال المرأة ولو يكون في 50 أو 40 في الربع ما نفوتوش 32، ما تنتعداوش 32، كيما بغاتكم، كيما بغاتكم المرأة ما نفوتش هنا 32. وهاد الطريقة اللي عطاتكم ديال السنتيم راه تجيبها مزيانة، الطريقة اللي قلت لكم ديال الدورة زائد 10 كونوا على يقين ما تلقاوش بإذن الله مشكل، إلا ضبطوا هاد القياسات كونوا على يقين كلشي غادي يجيكم زوين، لأن الموديل تيبان بالقياسات ديالو، راه ما يمكنش الموديل ولو ديريه زوين وقياسات يعني غالطين يعني ما صايبتيهمش مزيان ما غاديش يطلع الموديل، لأن غادي تلبس السيدة الموديل أما يجيها مصير أما يجيها واسع بزاف ما غاديش يبان لك الموديل.
نتمنى ان شاء الله نكون فتكم في هاد البلاصه ديال التركيز، وان شاء الله يعني يركزوا لي مزيان، راني مود هاد الشيء في لي فيديو الاولى، يعني راني تنعاودو باش الكل اللي يستافد معاها، واضح. وبزاف تتقولوا تنعطي من قلبي، بصح تنعطي من قلبي، لان ما نقدرش نعطي شي حاجه انا ما دايرهش القناه يعني باش نربح بها، ولا باش ندير بها شحال، انا دايره قناه باش يستافد الجميع، يعني هذا هو. وعمري كما قلت لكم ما فكرت ندير قناه، اللي متابعني راهم عارفين يعني الكوفين هو اللي خلاني انا واحد المراه اللي ما يمكن لهاش تجلس بلا ما تخدم، ما نقدرش يعني. فاش وقفنا في ذاك الكونفينمون ما قديتش نجلس، بون خدمت يعني خدمت، هو فكرت في الناس اللي جالسين في ديورهم باش نعطيهم دروس عن بعد. لقيت الناس تبارك الله يعني استافدوا، انا كنت نقول يعني غير الكونفينمون صافي نوقف، لان على حسب العمل ديالي ما يبقانيش الوقت، ولكن الحب ديالكم هو اللي خلاني نستمر معاكم، الكتابات ديالكم والناس يشكروا والحمد لله يعني، والناس يعني استافدوا، والناس تبارك الله ما كانوش عارفين الخياطه، ما كانوش عارفين يتراسيو، وهذا الشيء زاد فرحني واش نقول لكم يعني بكل فرح. وعمرني وكما شفتوني اليوم غتشوفوني ديما ان شاء الله، انا راه معروفه، امنيه راه معروفه من نهار بدات لدابا، يعني الناس اللي شافوني تنبقى يعني في صباغتي كما تيقولوا، انتم غتحكموا عليا دابا تلاميذي اللي عن بعد، وان شاء الله كي هذا العام كي العام الاخر واخا توصل القناه يعني تفوت مليون في مليون في مليون، ما عندي يعني امنيه غتبقى هي امنيه بجهد الله. بالنسبه لهذا الشيء حيدنا، بالنسبه للمشكل تتقول لي البنت تتكون عندها صدر او لا عندها الكتاف او لا بحال واحد الحدبه صغيره في الظهر ديالها تعطينا مشاكل، بحالاش تنفصلوا جلابه عاديه، شوفوا معايا هي جلابه عاديه ما نديروا لها اي فازي لا والو، نوغلي ديالنا 8 سنتيم فحال الظهر فحال القدام، ولكن فاش نلبس الجلابه تجيني الجلابه من الظهر مزيانه، من الجناب مزيانه، ولكن من القدام تجي هكا مهزوزه. اشنا هو اللي تيخليها تهز؟ تيخليها تهز اما السيده عندها الصدر او اللي عندها الكرش، يعني فاش تكون الكرش خارجه او الصدر خارج، يعني خارج عن تتكون يعني ضعيفه عاديه ولكن عندها صدرها خارج، يعني هذا تيهز لي الجلابه. الطريقه اللي خاصها دير في الفصاله من بعد ما تفصل الامام والوراء، شوفوا معايا البنات اللي عندهم هذا المشكل هذا، غادي بدل هاد لوغلي غادي ديروا فيها 8 غديروا 10 ديال السنتيم، غديروا 10 ديال السنتيم غادي في لودو وفي الدوفو. بالنسبه للودو، اللودو ديالي غادي نخلي 8 ديال السنتيم هي خليتها، وفي الدوفو غنخلي 10. علاش قلت لكم غنخليوها في لودو وفي الدوفو؟ حنا عارفين جلابه تنفصلوا الظهر ونحطوا عليه ونخرجوا القدام، يعني غنخليو 10 سنتيم في الاغلي. من بعد شوفوا معايا البنات، شوفوا معايا هنا هذا هو لودو، غنتراس لكم امام هنا باش تفهموا، تنقص جوج ديال السنتيم هذا من الظهر. بالنسبه للامام القدام هو هذا، هنا 10 ديال السنتيم 10. غادي نجيو البنات لهاد الجنب هذا، هنا 8 فهنا غتكون 8، ولكن غادي نديها نيشان للقنت، يعني في القدام تكون 10 وفي الظهر 8 على هاد الشكل هذا، يعني القدام شويه تيكون زايد في الطول. وبنفس الطريقه البنات اللي تجيهم الجلابه قافزه من الظهر، يعني تيكونوا عندهم الكتاف ولا تيكون عندهم ظهرهم عامر، يعني غديروا 10 سنتيم في الاغلي، القدام غتخليو 8 سنتيم، والظهر هادشي اللي درت هنا في القدام غتقلبوه للظهر. نتمنى ان شاء الله نكون وضحت لكم وتكون الفكره وصلات، ونكون جاوبت على بزاف ديال الاسئله اللي يعني تقريبا هادو هما الاسئله بزاف اللي تيقولوا البنات، يعني نتمنى ان شاء الله نكون جاوبتكم. ولا كان شي سؤال كما قلت لكم البنات، الا كان عندنا الظهر، انا نعاودها غير باش تفهموها اكثر، الا كان الظهر تيجينا العكس ديال القدام، الظهر هو اللي طالع، بنفس الطريقه باش عالجت لكم الامام تعالجوا الظهر، يعني لوغلي ديال الامام 8 سنتيم والظهر الجناب 8 والوسط 10 ديال السنتيم. ولكن ردوا البال البنات، يعني راه بامكانكم تكونوا نتوما ما فيكم حتى حاجه، تكونوا عاديين، ولكن فاش تبغي تخيطوا السفيفه هنا في القدام
يعني تتقبطوا الترسان تتبقاو مزيرين معاه وتتوليو يعني نتوما تتجمعوا الامام تيولي تجمع القدام وتيجي قصير واضح. يعني ردوا البال واش من خياطه ولا باش تعرفوا راسكم واش نتوما يعني خاصكم ديروا هذه ديما لصياجه البنات. يعني فاش نفصلوا نوقفوها بالماكينه ونلبسوا حتى تجينا هي هذيك عاد نخيطوها باش تكونوا عارفين لان انا كنتو خيطتوها درتوا لي صياجه ووقفتوها وكانت مزيانه يعني راه خياطتك تتجبديها وتتجمعي الثوب لان الثوب مع الترسان الا ما كنتيش متمكنه من الترسان الثوب تيتجمع بحال تيتشرب واضح. بالنسبه ل انا ذكرت دابا القاعده ديال لي هومش قلت لكم البنات جوج قواعد دابا عندنا هذه هي السمطه وكاين العظم ديال لي هومش. العظم البنات ديال لي هومش راني عطيت فيه قاعده قاعده سهله هي تبقيها. اشنا هي هذه القاعده؟ عطيت الربع ضربته في جوج قسمت على ثلاثة وزدت عليه ثلاثة او ستة ثلاثة للمرأة القصيرة وستة سنتيم للمرأة الطويلة. هذه القاعدة هذه تتعطيني العظم ديال لي هومش هاو تتعطيني العظم ديال الهومش ديالي من هنا لهنا. وكاينه طريقة لان كاينين البنات اللي كتبولي تيشوفوا الحساب تيتلفوا انا لما بلا ما ديروا هذه القاعده كاينه طريقه اللي ان شاء الله تجيك سهله ما عندكش مشكل. ديما انا تنقول لكم اللي صعبت عليكم نسهلها بجهد الله. شوفوا معايا هنايا البنات اللي ما بغاش يطبق هذه القاعده ماشي مشكل غادي تحسبوا لي من العظم ديال العنق من العظم اللي هوش العظم البلاصه العامره ديالنا البلاصه العامره ديالنا داكشي اللي لقيت هو اللي تنحسب من هنا لهنا. يعني هاد البلاصه يعني هاد البلاصه حنا باش لقيناها لقيناها بهاد القاعده اللي الربع ديالك ضربناه في جوج قسمناه على ثلاثه زدنا ثلاثه اولا زدنا سته. ولكن انت ما باغاش تبقي هاد القاعده باغا شي حاجه اللي سهله غتحسبي لي من هنا اللي هونش ديالك العظم ديال الهونش ديالك هو اللي تحسبي من هنا لهنا. يعني هاد القاعده باش نلقاوها غير باش نفيريفيو اللي هونش ديالنا الباسان تور دو بي الدوره كامله لي هونش مقسومه على 4 زائد 1. يعني ما يمكنليش نقطع الجلابه لما فيريفيت لي هونش والسمطه تكون يعني هي هذيك لان كاينه المراه اللي تتكون ضعيفه ولكن عندها لي هونش ردوا البال. وكاينه العكس هذيك ما عندناش فيها مشكل المراه اللي تتكون عامره من الفواتخين ومن الكتاف وما عندهاش لي هونش ما عندناش فيها مشكل ما تلقاوش مشاكل فيها بزاف واضح. نتمنى ان شاء الله نكون قربت لكم ونكون وضحت لكم بزاف ديال الحوايج. وإلا تعجبكم بحال هاد الدروس هكا اللي تنعطي نصائح كتبوها لي وان شاء الله مره غادي نبقى نقولها لكم. قبل ما غادي نسد هاد الباب ديال يعني الحاجه اللي دايره لان غادي نشوف لكم حتى لا كارير دوفون تنشوف بزاف ديال الناس مازال ما تيضبطوهاش غادي نهضر فيها شويه. عندنا كارير دو هو نص فين تدخل بديك جوج اولا ثلاثه اللي علمتكم وهذا ديال الدوفون. شوفوا معايا غادي نوريكم فيه حسن لان هنا الماركه ما كايناش يديها تقدر ما تشوفوش هنا فاش نقول فاش نقول لكم كارير دوفون ماشي هنا حتى لهنا يعني الحد ماشي فوق الصدر يعني البلاصه يعني اللي خاصكم تعبروا هي هذه البلاصه ديال الوسط هنا. الا ما عرفتوش البلاصه انا غادي نقول لكم يعني كيفاش غادي ديروا الكتف ديالنا الكتف ديالنا غتقسموا بهذه البلاصه من هنا لهنا يعني في النص وهذا هو لا كارير هذا يعني اعلى منطقه عندنا من هنا للكتف في النص. وحسبوا لي هذه المسافه تلقاو 30 قسموها على جوج تلقاو 36 قسموها على جوج داكشي اللي لقيتيو. لنفرض انا عندي 30 مقسومه على جوج هي 15 زائد 1 هي 16 يعني غتجي هنا يعني خاصني هذا التركيز هذا نجيبو على هذا الشكل واضح. ديما البنات الظهر راه تيكون اكثر من القدام راه الا جاتني 15 في القدام يعني الظهر راه خاصو يكون 18 او 19 ما يمكنش يكون العكس. يعني ديما الظهر تيكون اكثر من القدام الا حسبتي الامام وحسبتي الوراء ولقيتي الامام اكثر من الظهر يعني عرفي راسك راكي خاطئه. ديما كارير هو هذا كارير هو هذا كارير دوفون يكون اكبر من كارير دو واضح. كارير دو غادي نعبروا نوري لكم على حسب الماركه الحد ديالنا الحد ديال هنا هاد البلاصه هادي نحسبها بحال الماركه عندها 18
عندنا 18 غادي نحسب هنا 18 زائد 1 هي 19 يعني لقيت لها 36 قسمتها ديجا على 36 من هنا لهنا النص هي 18 18 زائد 1 هي اللي تحسبي 19 فين ما جات النقطه وتجي بها دايره. نتمنى ان شاء الله نكون وصلت لكم يعني داكشي اللي ناقصكم وديما كنتمنى لكم تكونوا موفقين ونشوفكم ان شاء الله يعني هادو اللي عاد بداو معنا نشوفهم ان شاء الله بالحاله ديالهم دير المشاريع ديالهم وديما كنبغيكم وديما نعطيكم من القلب وديما امنيه غتبقى ديما امنيه وتلاميذي عن بعد نحبكم بزاف وتلاميذي عن قرب تنموت عليكم والى الحصه المقبله ان شاء الله.